يعني مباراة بصراحة كانت صعبة على المنتخب المصري. من الواضح انه المنتخب المصري يبدو انه كان بيفكر في مباراة تونس اكثر من مباراة الاردن. يعني الاردن قدمت مباراة كبيرة خاصة في الشوط الاول، سجلت هدف وكان بامكانها ان تضيف، ولكن من النهاية خبرة المنتخب المصري استطاعت ان تحسم الامور لصالح مصر، خاصة بعد التغييرات ودخول احمد رفعت وافشا. يعني تغييرات كروش اسهمت في تعديل النتيجة؟ يعني اكيد، يعني دليل انه احمد رفعت هو سجل الهدف الثاني لمنتخب مصر، واللاعب مروان داوود سجل الهدف الثالث. يعني كل التغييرات اسهمت باحداث طفره في الجانب الهجومي. يعني منتخب مصر نزل، يعني اللاعبين دخلت الملعب، هي من احدث التفارق في الشوط الثاني من المباراه وفي الاشواط الاضافيه. واضح انه ايضا بدنيا منتخب مصر كان افضل من المنتخب الاردني، وبالتالي يعني منتخب مصر استحق تاخذ الدور في الثانيه. طب ايه رايك حضرتك في تعامل كروش مع المباراه؟ يعني المستر كروش من يعني منذ قدومه الى مصر هو بيحاول انه يحجز توليفه جديده او يوسع قاعده اللاعبين المصريين. شاهدنا يعني في كل المباريات اللي لعبها سواء تصفيات كاس العالم او في البطوله هو بيحاول يوسع قاعده المنتخب المصري. ممكن هو يكون عنده افق للمستقبل يعني، وهذا يمكن ان يخدم الكره المصريه. يعني احنا شفنا اسماء، يعني بما انه احنا بنتابع المنتخب المصري بحبنا لمصر، فاكيد اسماء كثيره يعني دمجت في منتخب مصر يمكن كان صعب انها تكون موجوده، لكن كروش واضح انه في عنده شيء مختلف عن الاخرين. بالنهايه الامور تقاس بالخواتيم. المنتخب المصري يعني بيصير بشكل جيد في البطوله، وصل للدور نصف النهائي، مباراته المقبله امام تونس، وباعتقادي انه التعامل مع مباراه تونس سيكون مختلف تماما عن التعامل مع مباراه اليوم، بحكم طبعا دول شمال افريقيا بالعاده بتكون مباريات قويه. وشاهدنا كيف مصر والجزائر كانت مباراه مختلفه، وبالتالي اكيد حنشاهد مباراه بين مصر وتونس يعني نهائي مبكر لهذا العرس العربي الكبير. تعليقات الكابتن رضا عبد العال بعد حديث الوطن العربي دلوقتي، ايه رايك في تحليلاته؟ والله انا الكابتن رضا عبد العال على الصعيد الشخصي بحبه منذ ان كان لاعبا في نادي الزمالك، يعني عشقته منذ ان كان لاعبا. وبصراحه هو محلل يعني متميز، يعني لديه رؤيه على الصعيد التحليلي، ولكن احيانا بنشوف انه بعض المداخلات تكون فيها يعني نوع من يعني مش بقول المبالغه، ولكن احيانا يعني ممكن اي مدرب انه يخطئ في المباراه في اداره المباراه، ولكن بيصلح نفسه. بالتالي مش لازم يكون الخط يعني خط السير في هذا الموضوع باتجاه واحد، لا بالعكس، لما المدرب يكون جيد لازم يكون عنده مدرب جيد، لما يكون المدرب يعني مش موفق برضه بدي احكي انه مش موفق. في كل الاحوال الكابتن رضا هو احدث حاله اعلاميه كبيره في مصر، وبالتالي بنتمنى له التوفيق وبنتمنى للكره المصريه كل التوفيق.